في المحور الرئيسي لهذه الحلقة، من الحوار الهادئ إلى الهجوم اللاذع، يتصاعد جو التفاوض بين المكونات السياسية العراقية التي فشلت حتى الآن في الاتفاق على تسمية الرئاسات الثلاث التي يقرها الدستور، بعد أن تمسك كل طرف بمرشحه إلى تلك الرئاسات، لسيما منصب رئيس الحكومة. وتجاوزت تلك الأطراف الحدود الدستورية لتدخل البلاد في فراغ دستوري من جهة، ولتكشف أيضا الثغرات التي يتضمنها الدستور في حسم الكثير من القضايا العالقة، لسيما التوقيتات والصلاحيات. لكن المتغير الملح في هذه الظروف هو الإصرار الأمريكي على الانسحاب من المدن إلى القواعد، وسحب عشرات الآلاف من قواتها من العراق التزاما بالجدول المعلن لذلك. الزميل ماجد حميد قرأ لنا خارطة تلك التحركات والصراعات. من سيرأس الحكومة المقبلة هي العقدة التي ما زالت تعطل العملية السياسية برمتها في العراق، فمنصب رئيس الحكومة هو حجر الزاوية في هذه العملية بسبب صلاحيات المنصب الذي يخوله، إضافة إلى ترأسه مجلس الوزراء منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مما أثار حراكا سياسيا محموما. مسلسل الاجتماعات واللقاءات بين الكتل السياسية كثف خلال هذه الأيام للخروج بنتيجة ترضي مختلف الأطراف. رصد 300 مليار دولار. أما كلام عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي خلال الفترة الماضية فقد تصاعدت وتيرته تلميحا ثم تصريحا واضحا ضد ترشيح نور المالكي، يؤكد فيه ضرورة انسحاب المالكي من الترشح لرئاسة الوزراء، حتى وصل الأمر إلى وقف المباحثات مع دولة القانون والمطالبة العلنية بترشيح بديل للمالكي. لكن دولة القانون ما زالت تصر على ترشح المالكي لمنصب رئاسة الحكومة. ومع استمرار التأخير بدأ الأكراد محاولة لم شتات قادة الكتل السياسية، فدعاهم مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق إلى أربيل لمحاولة تقريب وجهات النظر، أملا في الوصول إلى اتفاق على أمر قد يساهم في إنهاء أزمة تشكيل الحكومة. في وقت أكد أياد علاوي رئيس القائمة العراقية من كردستان العراق نفسها قبل أيام على حق العراقية في تشكيل الحكومة، أما المالكي الذي توجه إلى أربيل فقد نجح في الاتفاق مع الأكراد على بعض النقاط التي ربما تكون لصالح المالكي، الذي وصف مباحثاته التي جرت في مصيف صلاح الدين بأربيل بالناجحة ليعود الأكراد بيضة القبان في تشكيل الحكومة المقبلة. لبرنامج من العراق، مجد حميد، العربية.